ده الفكرة اللي جاية دي عشان نقدر نعمل بأي نوع مربى عندنا أي حاجة. يعني نقدر نعمل بالتوت، نقدر نعمل مربة البلح، مربة المانجا، القطع أو البيوريه، ممكن نقدر نشتغل بأي نوع مربى عندنا الصنف اللي احنا نشتغله دلوقتي. طيب إيه الفرنش توست هيتعمل إزاي؟ هقوم واخد عندي شرايح التوست ديت جايبينها هنا كل اتنين جنب بعضهم كده، تمام. نشتغل اول حاجة بمربة الفراولة والتوت، نجرب ديت. هقوم جايب سكينة، ماشي يا استاذ حمدي، كده اهو، الله عليك يا استاذ حمدي، كده حتة مربى كمان، قطع كده حلوة، ونقوم فردينها على التوست. ماشي، لسه نخش في ال مش كله حلو النهارده، لا ده احنا لسه هنعمل شغل عالي دلوقتي، اصبري بس. هاخد عندي ادي المربى، وزي ما اتفقنا اي نوع مربى يشتغل معاكي. لان احنا كلنا بنواجه مشكله الفرنش توست اللي احنا بنعمله هنا، ان التوست بتاعنا بيبقى ايه؟ بيبقى رفيع، شريحه رفيعه، وهو اصلا المفروض بيتعمل بالسمك حوالي 8 سم او 10 سم عشان يطلع الفرنش توست مظبوط. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ انا بقوم حاطط المربى في النص هنا ومقافل دي، فبقى عندي السمك الجميل اللي انا محتاجه اهو، وفي نفس الوقت محشي مربى. ماشي، اقفل دي، ونجيب عندنا المانجا. حلوه، اديها مانجا. كده اهو، ونفرد. بص، مجرد اصلا ما بحط السكينه بتلاقي اتفردت دي اللي هي الكريمي. حاطين دي كده. اسف، حاطين دي كده اهي. كده بقى تمام جدا. نروح عندنا على الطاسه اللي موجوده عندي على النار، انا هديها واحده بقى كده بقى، هديها سويتش نور افضل من دي بصراحه. يا عم شكرا، انت بقى زبدة بنبدأ نحطها. صينية كيتشن نقدر نعمل فيها كيك وبسبوسة وكنافة، وبحطها على النار هشتغل بيها برضو الفرنش توست بتاعنا اللي هنبدأ نشتغل بيه. اهو، حط زبدة لان هو بيستوى جوه الزبدة، وتعالوا ناخد واحدة كده وواحدة كده. خلينا اتنين اتنين افضل. ماشي، زي ما حضراتكم كده شايفين، وبكده يبقى ايه؟ يبقى الموضوع تمام جدا وماشي حلو. نقوم حاطين دي هنا برضو جنبهم عشان يخلص، نقوم ياخد اللون الدهبي، نقوم قلبينه بس ولا اي حاجه تاني. حط معلقه عسل ابيض عليه من فوق، وبعد ما يتحمص وياخد التحميصه بتاعته اللون الدهبي الجميل، هتلاقي حاجه محترمه في الاخر. هنحط الكورن فليكس هنا، هيبدأ يتحمص وياخد التحميصة التمام. وبعد كده بياخد معلقة عسل أبيض ويبقى تمام قوي، كل حاجة تبقى مفرومة فرمة ناعمة. ادي البصل ظبطناه كده، نقوم جايبين عندنا بوله شوكه، ده هي بقى ايه فيها بصل، فمش عايز احط هنا اهي. ايوه هو ده، اقلب
والله زمايلي بس شويه. تمام، أربعة عدد بيض بنبدأ نحطهم عندنا هنا في البولة. بصل، فلفل ألوان، شوية لبن صغيرين، حلو قوي اهو. حرام عليك. طماطم، ناخد اللحم بتاعها بس ونبدأ اللي احنا نفرمها فرم ناعمة، وشوية فطار كده على الصبح كده حاجة تفتح النفس بقى بشوية الأومليت دول. نخش على الايه، الملح والفلفل. اخد عندنا شوية الملح، فلفل اسمر، كده بقى تمام التمام. نروح بقى فين على طاسه كاتش نوفا برضو، نجيبها ونبدا ان احنا نسخنها كويس جدا ونديها مكعب زبده. وشوية زيت. وتسخن كده ايه، والزبدة تتحمص، تاخد التحميصة التمام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية البيض. شوية شوية بقى، يعني ما نحطش الكمية، ما نحطش الكميه كلها، ده مهم جدا، بلاش نحط الكميه كلها عليها عشان تظبط معانا وتطلع معايا مظبوطه ان شاء الله. والطاسه عندي تكون سخنه، ده مهم جدا. تمام، شيل عندنا الطماطم ديت على ايه، لا الجبنه الكريمي بعد ما تستوى. تمام معايا، هنبدأ نحط عندنا الجبنة الكريمة. ناخد بس ايه التقليل بتاع يتحمص تحميصة كده حلوة عشان نبدأ نقلبها على طول. فين الطبق يا باشا؟ اهو. نقوم واخدينه كده اهوت يا عم حمدي، نقوم حاطينه كده زي ما حضراتكم كده شايفين، ونقدم معاه شويه جبنه كريمي. ايه ده؟ لا شكرا، هو كده زي الفل، ماله كده؟ عايز بس حتة زبدة كمان، اعمل واحدة كمان في السريع كده حمدي، حتة زبدة. طاسة تكون ايه، طاسة تكون سخنة معايا عشان تطلع معايا مظبوطة.